السلام عليكم. دلوقتي هنشوف ازاي نرسم لاين. ممكن اجي هنا من تولز واقول له ان انا عايز التول بوكس دايلوج اهوت، انا هقول له ان انا عايز ارسم السمارت لاين، او من دروينج اختار هوم واختار بليس سمارت لاين، فتبدا تظهر لي هنا. اقول له الخط اهوت اللاين. طيب بعد كده عايز اخليها ارك، فابدا اختار الارك، بيقول لي حدد المركز وحدد بقى تمشي من فين لفين بالشكل دوت. وبعد كده تقدر تقول له لا ده انا عايزها لاين تاني، وتقدر تحدد الحاجه تبقى شارب حاده او لا ده انا عايز يبقى فيه زي راوندد بالشكل دوت، بحيث يعمل لي منحنى. طبعا انا بحدد المنحنى قد ايه، او ممكن اقول له لا ده انا عايزها شامفر، فيبدا يعملها على ان في خط في النص بينهم بالشكل دوت. وجوين بيخلي الخط يكمل، يعني اول ما اخلص الخط مستظر ان انا اديله نقطه تانية بحيث يرسم خط، زي ما احنا عارفين ان هو بيرسم الخط بين نقطتين. انا لو قلت له هنا حاسس ان انا هقفل الشكل، فبيبدا بقى يسالني معلومات خاصه بقفل الشكل، زي الاريا نفسها تبقى سوليد ولا تبقى ايه، الفيل تايب ممكن نملاها بايه، وهكذا. طبعا وانا برسم بهتم بان انا اعرف هرسم على انهي لاير. تمام، خلينا نرسم مثلا على اللاير ديت. هتلاقي ان هو خد لون اللاير اللي هو اللون الاحمر، ممكن تغير طبعا اللون زي ما انت عايز. لو انت عايز تغير اللون بتاع اللاير ديت فلازم تدخل في المانج وتبدا تشوف انهي اللاير اللي انت عايزها، وتقدر تغير اللون زي ما انت عايز بالشكل ده. لاحظ ان هو عملها تشامفر على اخر حاجه احنا عملناها.